اديني جيت اهو حسب الميعاد. جايزة الورق؟ الورق جاهز. ليه عملت فيا كده يا سليم؟ ليه اديتني حبوب البي سي بي؟ أول مرة تطلع دكتور شاطر، اخترت الدقيق الصح، برغم إننا دكاترة لا هلاقي له علاج ولا له دواء، هفضل طول العمر كده. انتي بتخرفي بتقولي ايه؟ دي خلاص يا سلمى اتجننتي. اتجننت بسببك وبسبب اللي بتديهولي. ليه عملت فيا كده يا سليم؟ طول عمرك دكتور فاشل. مين دكتور فاشل؟ واحدة زيك لازم تموت. أنا لو كنت قتلتك ما كنتش دخلت في السجن. عايز تموتني؟ أنت فاشل. أنت لازم تموت. تشخيص الوفاة يا ريس بيقول إن الجرح قطعي أدى إلى حدوث نزيف داخلي مع وجود عدة كدمات مع آثار شجار على الرقبة، كمان جروح طفيفة بفعل أظافر موكلتي وكانت على مناطق الرقبة والساعد الأيسر، وكأنها بتثبت إنها كانت في محاولة مستميتة للدفاع عن نفسها. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة سلمى محمود واصف بالسجن مدة 15 عاما. رفعت الجلسة.